ولد نبينا الكريم يوم الثاني عشر من ربيع الأول 25 أفريل 571 ميلادي من عام الفيل. توفي أبوه وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب. لما ولدته أرسلته إلى جده عبد المطلب فدخل به الكعبة وسماه محمد. أما رضاعته فأول من أرضعته بعد أمه ثويبة خادمة عمه أبي لهب. ثم اختار له جده امرأة من بني سعد تسمى حليمة السعدية، وذلك لينشأ قويا فصيحا. في حادثة شق الصدر جاءه جبريل وهو في الرابعة من عمره فشق صدره واستخرج قلبه ونزع منه علقة سوداء ثم غسله بماء زمزم وأعاده. ظن أخواه من الرضاعة أنه قد قتل فأسرع وأخبر أمه المرضعة. بعد حادثة شق الصدر خشيت حليمة السعدية عليه فردته إلى أمه فكان عندها حتى بلغ 6 سنوات. خرجت آمنة بابنها ومعها خادمتها أم أيمن وعبد المطلب لزيارة قبر زوجها بيثرب، وفي طريق العودة أصيبت بالحمى فماتت. عاد به جده عبد المطلب إلى مكة فعطف عليه وفضله على أولاده. توفي جده عبد المطلب، ثم قام بكفالته عمه أبي طالب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم ليساعد عمه ويخفف عنه فقره ولا يكون عبئا عليه. والحكمة من رعي الأنبياء للأغنام حتى يكسب سعة الصدر والحلم ويحسن رعاية الأمم. لما بلغ 25 سنة من عمره، عرضت عليه خديجة بنت خويلد أن يتاجر بمالها لما بلغها من أمانته وكرم أخلاقه. فخرج إلى الشام ومعه غلامها ميسرة، فتاجر وعاد بربح عظيم. أما زواجه من خديجة فقد أعجبت به بما رواه ميسرة من صدق النبي وأمانته ورجاحة عقله، فتمنته زوجا، وارسلت صديقتها نفيسة بنت منبه لتفاتحه في ذلك فرضي، وطلب من عمه أن يخطبها له. ثم تزوجها وهي في سن 40، وكان كل أولاده منها سوى إبراهيم. توفي كل أولاده في حياته إلا فاطمة، ماتت بعد 6 أشهر من وفاته. أما مشاركته في بناء الكعبة، اتفقت قريش على إعادة بناء الكعبة، فلما أرادوا وضع الحجر الأسود تنازعوا حوله فجعلوا أول من يدخل عليه حكما، فكان النبي أول من دخل. فلما رأوه قالوا أتاكم الأمين، فوضع الحجر في ثوب ثم رفعه جميعا ثم وضعه في مكانه بيده الشريفة.